بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية أصدقاء الساعة. المطلوب أن نبدأ بكلمة الصديق ونرتب هذه الجملة. نبدأ بالكلمة الحمراء، هذه أصدقاء الساعة كم؟ الساعة الواحدة. وأنتم؟ الواحدة. وأنتم الحادية عشر؟ وأنتم الثانية عشر. تمام، يلا ابدأ. أنت المسؤول عن المجموعة، هذه المجموعة يا هتان، تتأكد أن الجميع قد حل. خلي الاختبار بعد قليل سنحله. يلا ابدأ، تأكد أن الجميع قد حل. نبدأ بكلمة الصديق، نبدأ بالكلمة الحمراء، الصديق. ابدأ بالصديق، وصغر الخط حتى لا تخرج عن المستطيل. صغر الخط يا خالد، صغر صغر. تأكد أن الجميع قد حل. قائد المجموعة عبد الملك، تأكد أن زملائك قد حلوا. تأكد معه يا عبد الله سعد، سعد زميلك. عبد الله تعال هنا، انظر إلى عبد العزيز وتأكد أنه قد حل. هذه الاستراتيجية تعودنا على التعاون. القوي يساعد الضعيف ويستفيد منه، وتبرز روح القائد، توضح القائد الذي يشرف على المجموعة. تأكد من ريان وعبد الملك وفراج. يا هتان هل انتهيت؟ تأكد يا ليث، تأكد. مر على المجموعة، مر على المجموعة، وتأكد يا براء أن فهد قد انتهى. تأكد. هيا يا سعود، هيا اكتب داخل المربع. المجموعة التي ستنتهي وتكون إجاباتها صحيحة ستتوجه إلى صندوق الجوائز مباشرة. وفي بطيخ كمان مقدم من براء. عندنا اليوم بطيخ مقدم من براء. طيب يلا انتهي بسرعة، أسرعوا شيء. لا، المجموعة كلها يا سلطان، لا نريد فرديا، نريد جماعيا، العمل الجماعي. خليه يمسح وعونه، نريد التعاون. لازم المجموعة كاملة. أصدقاء الساعة، أصدقاء الساعة لابد أن ينتهوا مع بعضهم في نفس الساعة. كل المجموعة خلص، تأكد منهم، تأكد. كل تلميذ يذهب إلى زميله ويعاونه. عاون زميلك، عاون زميلك، عاون زميلك. التعاون أهم شيء يا سلطان. الجميع قد انتهى، تأكد منهم. هتان عاون فهد، عاون فهد. يا فراج عاون عبد العزيز. لابد أن المجموعة تنتهي كاملة. لا، ما في حاجة اسمها ما يقدر. ساعة، أصدقاء الساعة لابد أن يكونوا يدا واحدة، لابد أن تكونوا يدا واحدة. انتهي، عاونه، ساعد زميلك، ساعد زميلك يا ليث. لا تأتي يا لا تأتي، تأكد من زميلك، تأكد من قائد المجموعة. تأكد من سعود. المجموعة التي ستكون منتهية تماما وإجابتها صحيحة لها جوائز. هل انتهيتم؟ عندكم واحد، ما في حاجة اسمها أنا بس، أنا بس يبقى عمل فردي خطأ. لابد أن يكون العمل جماعي. سلطان ساعد سعود. خلاص انتهيت؟ انتهى؟ أبدأ بفهد، أتأكد.
أن العمل قد تم. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، ممتاز. الصديق عند الحاجة صديقه. عندك خطأ، ما تأكدتم من بعض. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، لماذا لم تساعد وتمر عليه؟ اذهب إليه وصوب عنده. الصديق عند الصديق يساعد الحاجة، خطأ. عندك خطأ، تأكد يا ليس. ليس راجع على الجملة عند براء وعندها التال. هنا لازم المجموعة جميعا تكون الإجابات صحيح حتى تحصلوا على جوائز. شوف، الصديق يساعد صديقه عند الحاجة. فين صديقه؟ أين كلمة صديقه؟ صديقه ليست موجودة. خلاص أشوف المجموعة دي. الصديق يساعد صديقه. أين كلمة عنده؟ أين كلمة عنده؟ الصديق يساعد صديقه عند الحاجة. عند، أنت قدمت عند قبل الصديق، المفروض عند بعد الصديق. صديقه عنده. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، مزبوط. الصديق يساعد صديقه. أين كلمة عنده؟ اجعلها بعد صديقه. اجعل عنده بعد صديقه. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، ممتاز. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، ممتاز. الصديق يساعد صديقه. يساعد عنده بعد صديقه. بدله. لابد أن تكون المجموعة كلها صحيح. يساعد صديقه وبعدين عند الحاجة. عند الحاجة. هيا هتان، تأكد أن الإجابة صحيحة. فرج ويساعد صديقه عند الحاجة. الصديق يساعد صديقه. طيب ممتاز. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة. الصديق يساعد عند صديقه الحاجة. لا، صديقه أول بعدين عند بعد صديقه. شيل عند من هنا، خليها بعد صديقه. لا جوائز إلا المجموعة تلتهي كاملة. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، تمام. نواف، الصديق يساعد صديقه عند الحاجة. لا، المجموعة كاملة. بقي عندك اثنين. هل انتهيت يا حتان؟ الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، ممتاز. لسه باقي التاج. ها؟ خلصتم؟ هات يا ريان. الصديق يساعد صديقه عند الحاجة. فراج، عبد الملك، تمام. باقي عبد الله، ينتهي آخر واحد، هينتهي. ها؟ حتى الصديق يساعد صديقه عند الحاجة، ممتاز. بقي نواف، ممتاز. بقي نواف. ها، المجموعة التي ستنتهي أولا هي الفائزة. تعال يا نواف. الصديق يساعد. أين أنت؟ أنت حذفت كلمة صديقه. أنت حذفت كلمة صديقه. اذهب، كلمة صديقه قبل عند عبد الله. الصديق يساعد صديقه. ما كتبت عنده. عند قبل الحاجة. عند قبل الحاجة، ما بعده. خلاص، نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد تعاون تام. بعض الأصدقاء يكتفون بمفردهم ولا يساعدون زملائهم، لذلك المجموعة كلها لم تحصل على جوائز. أين هل انتهيت؟ أين؟ الصديق يساعد صديقه الحاجة عنده، ما بدل صح. أشكركم.